للمرة الأولى في لبنان ستتمكن العائلات اللبنانية من ارتياد دور السينما للاستمتاع بمجموعة من الأفلام التي تناسبها دون القلق حيال محتواها ومضمونها ضمن مهرجان أفلام العائلة. هي الدورة الأولى لهذا المهرجان الثقافي الذي يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري من خلال مجموعة من الأفلام غير تجارية التي تعكس قيم الترابط والتعاون والإيمان والمحبة بين أفراد الأسرة. وأراد من خلاله المنظمون أن تكون مجموعة من الأفلام العالمية متاحة لجميع اللبنانيين وليس للنخب فقط. في عندنا قيمة أساسية بمجتمعنا هي قيمة العائلة، هي الجمعة الحلوة اللي بتصير مثلا بالأعياد بالمناسبات المختلفة، واللي عم نحاول نحن نحافظ على هيدي القيمة لنقول إنه بيبقى في مناسبات قادرين نجمع فيها العائلة على نشاط واحد مشترك. هيدا المهر عادة كانت تجتمع العائلة على القصة على الحكاية على الفيلم. عم نقول نحن من هيدا المهرجان سواء على صعيد المحتوى اللي بدنا نقدمه اللي هو بيتناسب مع كل افراد العائله صغار وكبار، او على صعيد احياء هيدي القيمه الاجتماعيه التراثيه والحضاريه الموجوده عندنا من خلال تقديم عمل بيجمع العائله من جديد. وعلى مدى 3 أسابيع سيتمكن الجمهور اللبناني بأعماره كافة من مشاهدة 13 فيلما من الهند وتركيا وإيران وكازاخستان وفنلندا وهولندا وإيطاليا وفرنسا، إضافة إلى عدد من الأفلام المحلية. على أن العروض لا تقتصر فقط على العاصمة، بحيث حرص المنظمون على أن تكون متاحة على امتداد لبنان. فيلم كتير حلو وفي بقلبه عبرة كتير حلوة وببكي كمان. كان حلو الفيلم بس عن جد ببكي، كتير حلو وبيعجب العالم. هذا المكان محجوز لراوي. الأفلام بعضها من النوع الروائي الطويل وأفلام قصيرة درامية وثلاثة أفلام كرتون، وجميعها آمنة لمشاهدتها من جميع الأعمار. ويأمل القائمون على المهرجان أن يكون فاتحة لسلسلة من المهرجانات العائلية في السنوات المقبلة. ليلى خليل، الغد، بيروت.